عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في قناتي شهيوات فاطمه فلوغ. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وكلكم بخير وعلى خير. واش راكم مبروكه بصحيحه والسلامه؟ باش مما كتمنوا اليوم بمناسبه ديال اقتراب شهر رمضان، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه، لا فاقدين ولا مفقودين. اليوم غادي نحضر معكم هذا المعسله او هذه الحليوه هذه اللي كتجي لذيذه ورائعه في عود الشباكيه. انا راه فايته محضره معكم الشباكيه في القناه اللي بغاها، نخلي دابا نخلي لكم الرابط ودخلوا شوفوا الا بغيتوا الطريقه ديال الشباكيه. بغيت نبدل ونحضر معكم هذه الحليوه هذه، كتجي لذيذه ورائعه وفتيه. خليكم معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. المكونات اللي غادي نحتاج في المعسله ديالي، عندي هنايا نص كيلو ديال الدقيق الفرص رطب ولا خمسة الكيسان ديال العنبة، وعندي هنا كاس ديال الجنجلان اللي محمر شوية ومطحون، عندي هنا كاس ديال الماء اللي درت فيه شوية ديال الزعفران شعرة، وعندي نص كاس ديال الزيت اللي مخلط بزيت الزيتون وزيت المائدة، معلقة كبيرة ديال الخل، وعندي معلقة ديال القرفة ومعلقة ديال النافع مطحونين. بسم الله على بركة الله. اول حاجه غندير شويه ديال المليحه، ضروري دائما كنديروا مليحه، وغادي ندير الزنجلان القرفه. الزنجلان ما كنحمروهش بزاف، غير شويه باش مع القلي ما غادي ما يتحرقش لينا. وغادي ندير النافع مطحون. هاد الحلوه كتجي رائعه اقتصاديه، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله باذن الله. واللي بامكانه يزيد اللوز يمكن له يزيد اللوز، انا بغيت نخليها هكا معكم بجنجلان اقتصاديه كيف ما كتعرفوا مع هاد الغلاء اللي كاين دابا الله يحسن العوان. كاين اللي ما يقدرش يشري اللوز، نطلب الله تعالى يصلح الاوضاع ويكون خير ان شاء الله باذن الله. صافي، من بعد ما خلطت القرفه مزيان والنافع والجنجلان مع الدقيق ديالي، غادي ندير الزيت كما قلت لكم، الزيت اللي مخلط بزيت المائده وزيت الزيتون، معلقه كبيره ديال الخل، نبدا نخلط الخليط ديالي بهذا الكاس ديال اللي دايره فيه الزعفران الشعره. واللي ما عندوش الزعفران الشعره يمكن له يكتفي بالماء وصافي. غادي نخلط بشويه، ولا احتاجيت الماء نزيد واحد شويه، هاد العجينه ما تكونش قاصحه وما تكونش مطلوقه بزاف. غادي نزيد واحد شويه ديال الماء، ها هو زدت هنايا نص كاس ديال الماء. صافي، غادي نخلط نجمع العجين ديالي. من بعد ما جمعت العجين ديالي ودلكتها شويه نتوما كيف ما كتشوفوا، غادي نغطيها بواحد البلاستيك ونخليها ترتاح شويه ونرجع نشكلها معكم ان شاء الله. بعد ما ارتاحت العجين ديالي شويه، بسم الله، غادي ناخذ الطرف ديال العجين و غادي نورقها هكا لك كما كنسرحوا العجين ديال الشباكيه تماما. بغيت نعطيكم هذا الشكل، هذا كيجي المنظر زويون. نبدلوا شويه على الشباكيه، وحتى الا بغيتوا الشباكيه راني فايت مصايباها في القناه، دابا نخلي لكم الرابط. الشباكيه كتجي رائعه وفتيه على ضمانتي.
صافي. من بعد ما ورقت العجين ديالي ولا سرحتها، عندي هنايا هذا المرسم هذا ولا هذا الطابع. بسم الله غادي ندور على العجين ديالي كلها. صافي غادي نهز هكا هذا العجين، وغادي نقص هكا نطويها على جوج هكا غير في النص تمنى يكون كيبان معاكم. ونشد هاد القنيتات هادو ونضغط عليهم باش منين نكونو كنقليوها ما تحلش لينا. صافي ونقادو هكا كتجي هكا بحال شي وريضه. وبنفس الطريقه ونضغط على هاد الجنيبات مزيان. نتوما ملي يكون كيبان لكم واضح ونبلك ونبرك مزيان هنا هاد القنيت باش ما تحلش لينا في القلي. صافي بنفس الطريقه غادي نسالي الكميه كامله ديال العجينه ديالي ونرجع معاكم. هي المعسله ديالي ولا الحلوه من بعد ما ساليتها بالشكل. هانتوما كيف ما كتشوفوا كتجي مليضر فيها رائع. دابا غادي نقليها معاكم. انا هنايا انا درت المقله ديالي زيت سخن، زيت خصها تكون بكميه كثيره شويه. وعندي هنايا العسل، العسل الفايته حضرتها معاكم حتى هي الا بغيتوها نخلي لكم الرابط ديالها كاينه في القناه. بسم الله على بركه الله. شوف الزويته هي سخنه، ضروري تكون زيت سخونه. وغادي نبدا معاكم نحط الحلوه ولا المعسله. زيت خصها تكون سخونه. صافي المقلة ديالي عمرات، غادي نخليها تحمر من الوجه ونقلبها. هانتوما المعسلات ديالي هما شوف بداو كيتحمرو، كنبقى نحركهم بحال هكا وندورهم باش يتحمروا لي كلهم في مره واحده كيف ما شفتوا. صافي وقيلا بركه عليهم. غادي نهزهم دابا هذا الشكل هادي، نحاول نكثرهم شويه من الزيت ونطفيهم في العسل. العسل عندي باردة، ضروري ما تكون منين حلوة سخونة العسل تكون باردة. ونغطسهم هكا في العسل وندير عاوتاني كمية واحدة أخرى. نعمر المقلة ديالي. وهنايا نبرك على هاد الحلوة هنا لي في العسل هكا باش تعسل ليا مزيان. هانتوما ما كتحل ما والو، كتبقى في الشكل اللي صايبتو هاد كيما شفتو. صافي غادي نخلي الحلوه هادي تنزل ونهزها وندير الحلوه هادي ثانيه. صافي ونسالي بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه كامله ديالي اللي عندي اللي شفتو معايا ونرجع معكم بالشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحليوه ديالي. هانتوما كيف ما كتشوفوا كتجي رائعه، المنيضر ديالها يا سلام واقتصاديه وكتحضر بسرعه. هانتوما نقسم معكم واحد الوحيده نتمنى يكون كيبان لكم. بسم الله هانتوما كتجي فتيه ورائعه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وما تنساوش الاشتراك ودعموني بلي لايك والكومنتيرات الزوينين ديالكم كيف ما العاده. وشكرا لكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.